والله انا شخصيا قررت ان انا اخلي شعري على طول قصير، لقيته اريح كده والواحد بيصحى مفيش اي مشاكل. بس احنا كعرب دايما عندنا مشكلة في حكاية الشعر دي، رجال ونساء دايما مهتمين بالشعر، ولو واحد اصلع بيخجل ان هو يروح، او واحد او شاب صغير عايز يتجوز بيبقى عنده مشكلة كبيرة في حياته موضوع الشعر ده، فبيجري ورا زرع الشعر. احيانا بيسافر، من لو عايش في امريكا بيروح بلاد تانية العمليات فيها دي ارخص بس هل العمليات دي مضمونة؟ هل فعلا الكلام ده مظبوط؟ فده اللي هنشوفه النهاردة وهنعرفه من الدكتور خالد عثمان، وهو خبير في هذه المواضيع، يعني ان ديبت زي ما بيقولوا بعمق. فانا برحب بالدكتور خالد. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ محمد. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. الموضوع بتاع زرع الشعر ده، يعني ده موضوع يعني حقيقي؟ يعني فعلا ممكن واحد شعره يكون اصلع ويطلع شعره ويبتدي بقى يطلع ويعيش حياته العاديه؟ بالفعل حقيقي جدا، وتفسيره البسيط جدا. لما بنبص على الشعر نلاقي ان معظم الناس اللي بيحصل لهم صلع بيكون في المنطقه، وخصوصا الرجال، المنطقه الاماميه والوسط. ايوه. لكن عمرنا شفنا حد من الجنب او الخلف؟ نادر جدا. ايه السبب؟ السبب صحيح. ايوه. لا، السبب ان الـ الـ الخلايا اللي في الوسط هنا بتكون فيها مستقبلات بعض هرمونات اللي هي بيسموها دي اتش تي، اللي هو الهرمون التستوستيرون، فالعوامل الوراثيه بتؤثر عليها اكتر. اللي في الجنب وفي الخلف مفيش فيه المستقبلات دي، فبيفضل طول العمر موجود. يعني المستقبلات دي بتيجي منين؟ وراثيه، بيتولد بيها الشخص، ان الخلايا اللي في الامام والوسط هي دي اللي بتتاثر العوامل الوراثيه، او العوامل اللي بتاثر في سقوط الشعر. صحيح، دي نقطه مهمه جدا. يعني حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ما شفتش واحد اصلع من جنبه بالزبط. واصلع من ورا خالص بالزبط. وممكن اعرف اصلع من الحته اللي في النص دي بالزبط. ولكن فعلا فهنا بتستخدم النقطه دي في حكايه بقى زراعه الشعر كويس. ان احنا بناخد من الجزء الكويس اللي بيفضل طول العمر ده كويس. زي بناخد زرعايه من مكان كويس نحطه في مكان تاني كويس. فبناخد من المنطقه اللي بتفضل طول العمر نحطها في المناطق التانية، فبتطلع الشعرايه وبتستمر. وهل الشعرايه دي لما بتطلع بتتغذى زي بقيه الشعر العادي وبعد كده الواحد يحلق وشعره يطلع تاني وهكذا، ولا بتبقى يعني زي حاجة artificial؟ لا، حاجة طبيعية جدا وبتتغذى زي الشعرايه التانية، وينفع الحلاقة وترجع تاني وزي الطبيعي بالظبط. طيب خلينا نبتدي في الموضوع يا دكتور. ايه اللي يخلي الشعر صحي healthy وشعر يكون يعني شعر كويس؟ يعني سؤال كويس جدا. العوامل اللي بتساعد على نضارة الشعر وانه يكون في احسن حالاته، نبدأ أول حاجة من الفيتامينات، زي فيتامين A وبي وسي ودي والزنك والحديد والكالسيوم والأحماض الأمينية الموجودة في البروتين. لو نقدر نترجم الحاجات دي بإيه، هي موجودة فين الفيتامينات دي؟ في أي نوع من أنواع الفود أو الغذاء أو خضروات أو؟ فعندك على سبيل المثال الفيتامين A فيتامين A مشهور جدا انه في الحاجات ببساطة جدا اللي هي البيتا كاروتين، اللي هو زي الجزر، فده موجود بكثرة فيه. فيتامين B بيكون غالبا، ومن ضمن فيتامين B عندنا المشهور قوي لتغذية الشعر حاجة اسمها البايوتين، اللي الناس كلها دلوقتي بتاخد البايوتين. البي ده موجود في اللحوم، في الأسماك، في البقوليات، في الغلة، البروتين يعني. المواد البروتينية، بيكون غنية جدا فيتامين بي بالظبط كده، اللي هو زي في بي 12 وبي مش عارف ايه وكده. في البي 1 والبي 2، وعندنا البايوتين بي 7 وبي 12 كويس، ودول لهم أهمية جدا للجسم، بيحولوا المواد الغذائية إلى طاقة. ايوه. والبايوتين له دور هام جدا في تغذيه الشعر والاظافر كويس. السي زي ما احنا عارفين مشهور جدا في الموالح زي الليمون والبرتقال والاورنج وال فيتامين دي وده نسبه كبيره جدا من الناس بيكون عندهم نقص فيه، لانه بيجي من عناصر قليله جدا، اكترهم التعرض للشمس،
يلي صفار البيض ثم السلمون والتونة والسردين. وجدوا أيضا أنه في المشروم اللي هو الفطر وموجود أيضا في الكبدة. إذا ده اللي هو فيتامين دي. دي. وحوالي ناين الشمس. والشمس. وجدنا أن almost 90% من الناس عندهم ضعف في فيتامين دي. والدي ده هو. ليه بقى؟ لان العناصر دي قليله. ولو نجو اوفر تاجين يعني نتكلم عنهم هتلاقي ان الشمس مين بيتعرض للشمس في قبل الساعه 10 وبعد الساعه 4 معظم الناس بتكون في الشغل او في البلاد اللي فيها شمس بيكونوا نايمين والبلاد اللي ما فيهاش شمس كتير فالتعرض للشمس قليل هو بينشط فيتامين دي في الجلد كويس. صفار البيض ناس كتير بتخاف منه عشان الكوليسترول. السلمون والأسماك اللي هي وخاصة السلمون والتونة يعني مش كتير برضك عليها. في ناس ما تحبش صحيح. بالضبط كده. فهو موجود في عناصر قليلة ولذلك معظم الناس عندهم نقص فيه. مع ان فيتامين دال بيلعب دور مهم جدا في امتصاص الكالسيوم اللي بيخش في العظم وفي الضوافر وفي الشعر. فالحديد وده موجود بكثرة في الأشياء زي التفاح والبذنجان وطبعا اللحمة والكبدة والسبانخ مهم جدا للشعر. طيب فيتامين اللي هو خاص بالشعر أكتر بقى اللي هو مسؤول عن الشعر مثلا ولا كلهم مع كله. بعض؟ كله مع بعض لازم. طب يا دكتور الناس مثلا بتروح المكان اللي هو بتاع الفيتامين شاب ولا الفارماسي وكده جميع انواع الفيتامينات دي موجوده، معقول واحد ياخد من كل الكلام ده؟ يعني سؤال كويس برضك. انا بريح الموضوع ده بانه مالتي فيتامين، لان انا زي ما قلنا لو واحد اخد الفيتامين دي سيبريت هتساعده ولكن هينقص فيها الزنك والسيلينيوم والمعادن اللي هي موجوده كل ده في المالتي فيتامين. اذا هو لو نخلي الموضوع ببساطه لابد ان انا مالتي فيتامين بالظبط. ولو في فيتامين ناقص معين لابد ان انا اعمل له سبلمنت اخد له الفيتامين ده جنب المالتي فيتامين عايزين السنتروم ومش عارف ايه والحاجات دي بالظبط. كويس. طيب. بس بكثره كثره اي من لابد خير الامور الوسط. ايوه لو واحد اخذ فيتامين اي كتير هيضره. لو اخذ من الزنك كتير يضره. اذا هو النسبه في المالتي فيتامين بتكون حتى المالتي فيتامين ده بيقولوا يعني واحده في اليوم بالظبط كده. هل الفيتامين محبب ان هو الواحد ياخده قبل الاكل ولا في وسط الاكل ولا بعد الاكل؟ احسن وقت الواحد ياخد الفيتامين بيكون بعد الفطار. بعد الفطار لانه بيديله طاقه في اليوم وممكن يفتح الشهيه بسيط فممكن يقدم على الاكل في الغداء والعشاء. ده كويس. طب نرجع تاني للشعر وعرفنا ان الشعر الصحي لازم الفيتامينز وكده. طيب ايه اللي بيسبب او ليه الشعر بنفقد شعرنا او ليه واحد ممكن بيبقى عنده شعر وبعدين يبدا يصلع ويعني وهل شكل الصلع ده يختلف من الرجال للنساء؟ اوكي فهجاوب على الجزء الثاني الاول. زي ما انا قلت في الرجال عامه بيبقى الجزء الامامي والفوق دهوت. ايوه ولكن في النساء كل الشعر ويتم في النساء ان الشعر لما بيشتكوا يقولوا ان الشعر قلت كثافته يعني خف. هما يجوا يقولوا ان شعري بيخف. ايوه عن الاول حتى لان المستقبلات اللي انا قلت عليها اللي هي الريسبتور دهيت عندهم في مش في المنطقه اللي في النص بس في كل الشعر. يعني المنطقه اللي في النص دي للرجال بس. أيوة. للسيدات بيبقى موجودة في كل الأماكن فلما بيحدث سقوط للشعر يخف الشعر كله عامة. كويس. الجزء الأولاني بقى من السؤال اللي هو أي أسباب تساقط الشعر. الأسباب ده هي أسباب عديدة طبعا هي أسباب مرضية زي أمراض المناعة اللي منها الأمراض المشهورة زي الذئبة الحمراء ومشتقاتها. الأسباب الأخرى المرضية ممكن تكون فطريات اللي هو اليست الخميرة الموجودة على الجلد ممكن تكون بكثرة على الشعر وتسبب القشر داندروف. القشر ده بيكون يعني إنذار لسقوط الشعر ممكن لا يساعد في تكوين في حيويته حيوية الشعر فممكن بس. يؤثر فيه. أيوة. الأسباب المرضية الأخرى اضطرابات في الهرمونات زي إيه؟
اول حاجه الغده الدرقيه، اذا زاد الانتاج من الغده الدرقيه او قلت الغده الدرقيه تسبب مشاكل في الشعر وتساقطه. كويس. اضطرابات الهرمونات الاخرى عند السيدات عامه اللي هي زياده في الهرمونات الذكريه اللي بنشوفها في مرض مشهور اسمه تكيس المبيض او تكيسات المبيض اللي هو بوليسيستيك اوفري، برضك بنشوف اضطرابات الهرمونات في السيدات عند سن الياس لانه بيحدث ضراب صوت او انخفاض في الاستروجين والبروجسترون اللي هم بيحموا الشعر. بنشوف برضك في السيدات انخفاض في الهرمونات بعد الولاده. ايوه. بنشوف اضطرابات برضك في الهرمونات في حالات الناس اللي هم والتغذيه بالمثل اللي بيعملوا دايت سيفير دايت او بعد عمليات اللي هي تصغير معدة وغيره بيتقل التغذية بشكل كبير. طب هل ممكن يتغلبوا على هذه المشاكل يعني مثلا عن طريق انا عارف غير الفيتامينات وغير الاكل وكده يتفادوا مثلا استعمال انواع مثلا غسيل الشعر كتير كل يوم، يتفادوا الصابون او الشامبوهات او كريم الكريمات يعني دي تقريبا اي فارماسي نص اللي عندها يخص الشعر والسكن فالناس بتبقى محتارة مش عارفة ايه الاحسن من ايه وهل ده مضر. احيانا ممكن واحد ياخد حاجة ويكون مضر يعني. بالظبط. فهو بالنسبة لغسيل الشعر هو الطبيعي ان الشعر بيقع كل يوم من 50 لـ150 شعراية، فقالوا عند غسيل الشعر ممكن يزيد ده لـ200 شعراية، ولكن الاجابة على السؤال هل غسيل الشعر يؤثر على تساقطه، الاجابة نو لا ما بيأثرش. فإذن الغسيل ما بيأثرش. طب إيه هي الأشياء المنتجات الشامبوهات والصابون؟ يفضل استخدام الحاجات اللي هي تكون طبيعية أكتر، أورجانيك، دي حاجة. الحاجة الثانية لو في واحد عنده مشكلة تساقط الشعر يفضل إن هو يبحث عن الشامبوهات والكونديشنر اللي هو البلسم. أيوة. اللي بيستخدم اللي يكون خصيصا لمنع تساقط الشعر، فبيكون مضاف فيه مواد طبيعية بتساعد، كلها مصنعة من حاجات طبيعية تساعد على تقوية الشعر. لكن الأشياء اللي هي بالروائح دي ممكن تكون أو فيها كيميكالز كتيرة دي ممكن مش طيب. كويس. أنا دلوقتي هل ممكن حضرتك تعرف مثلا أن هذا الرجل أو هذه المرأة أو الطفل مثلا ده بعد فترة معينة شعره يقع ولا هيصلع ولا دي ما بتتعرفش في سن مبكر؟ مش في سن مبكر، ممكن في العشرينات نقدر نقول انه هو باين انه بدا الشعر يخف من قدام مثلا. أيوة. فده ممكن ممكن نقول ان ده هيحصل في استمرار في تساقط الشعر وظهور الصلع المبكر. بالناحيه الوراثيه ممكن يطلع واحد من الاسره في صلع مشابه للاباء، ولكن مش لازم الكل يكون نفس الحكايه. وهل الشعر مثلا او عمليه زرع الشعر او اللي بيحصل احنا عايزين برضو نتكلم فيها تاني اي سن، وهل الرجل زي المراه؟ سؤال كويس. اي سن ممكن، لو في واحد عنده صلع وسنه صغير يبقى يجيب نتائج احسن لانه هيبقى عنده المنطقه اللي بناخد منها، لان احنا لما بنيجي نعمل زراعه الشعر بنبص على الدونر اريا اللي هي المنطقه الخلفيه دي، هي ممكن تخف مع العمر تخفف الكثافة، فلو السن الصغير ده هيبقى عنده كتير فهياخد منه ونحطه في المنطقة التانية. إذن الزراعة تتم في أي سن. بالنسبة للرجل والمرأة بتنجح أكتر عند الرجل، لأن زي ما قلنا إن السيدات بيبقى عندهم المنطقة كلها خفيفة الأمامية والخلفية، لكن الرجل دايما بيبقى عنده الكثافة في الخلف فممكن يعوض بها المنطقة. طيب وهل الشعر مثلا سواء للرجل او للمرأة حضرتك بتقول بيتزرع الشعر وبيبقى طبيعي باللون الطبيعي بتاعه يعني بالظبط اللي زي الاصلي؟ زي الاصلي، المنطقة الخلفية اصبحت في الامام شعراية بشعراية، فكل اللي بيحدث في الخلف هو اللي هيبقى موجود، فطبعا الشعر طيب كله هل نفس. هل ممكن واحد يزرع شعر صناعي او شعر بتاع حد تاني يعني شخص لشخص تاني؟ ما لغاية دلوقتي لا يتم هذا الموضوع لأنه لا ما ينفعش، ولكن في حاجات سينثاتيك
سينثاتيك دي بعض في بعض الدول بيعملوها. ما هو ده، في ناس بنسمع عن ناس كتيره بيسافروا في امريكا، العمليات دي بتبقى غاليه جدا ومكلفه، بيروحوا بلاد اخرى في اوروبا الشرقيه، في اماكن في اسيا، في ان هم يعملوا عمليات زرع الشعر دي. فبيروح طبعا يقعد اسبوعين او ثلاثه وبيعمل اللي هو بيعمله وبيرجع، بس ممكن ده يكون في ضرر كبير لانه الناس دي ما عليهاش اي لايبيليتي ولا في اي مسؤوليه، مش زي القوانين يعني في امريكا، ولكن هنا يمكن مكلفه اكتر. فحضرتك بتنصح بايه؟ ولو واحد مثلا عايز يعمل الموضوع ده، الطريقه الصح او الخطوات اللي يتبعها؟ قبل موضوع التكلفه لازم الشخص ينظر الى المكان، هل هي عياده معترف بها، هل هو الدكتور بيشتغل في الموضوع ده هو زراعه الشعر، وهل في امثله قبل كده؟ لابد ان يكون دكتور يعني تكنيشن. لا، هو غالبا في امريكا ايضا الدكتور اللي هو السوبرفايز التكنيشن، لا اما الدكتور بنفسه لا اما التيم بتاع التكنيشنز. فلازم الشخص يشوف المكان، يكون مكان له سمعه كويسه. يفضل في هنا عندنا في امريكا، لان المتابعه هتكون موجوده في نفس المكان، لو حدث اي مشكله طبيه طبعا في القانون بيحميه بالظبط، ولو حدث اي مشكله طبيه زي مثلا ايه التهابات وانفكشن، لو بيعملها في اي مكان اخر في العالم هيبقى صعب ان هو يتابع او ان هم يشوفوا المشكله ويعالجوها. التكلفه عاليه شويه والتامينات ما تغطيش العمليات دي، لان تعتبر من عمليات الكوزمتكس او التجميل يعني. بالظبط، لكن انا عايز اقول ان لو حسب التكلفه ربما تكون الموجود هنا في امريكا ارخص من ان هو يسافر في مكان ثاني. والاماكن الثانيه احيانا بتكون في اسعار خفيه او اسعار تضاف، يعني مثلا في بيحقنوا بادة البلازما عشان تقوي الشعر بعد الزراعة، فساعات بيعملوا لها تكلفة أخرى الواحدة. فالنقط اللي هي المفروض أي واحد يتبعها أنه يسأل على الطبيب وعلى العيادة، يشوف أمثلة تم لها زراعة الشعر قبل كده. التكلفة لا تكون آخر حاجة. أيوة مظبوط. طيب في هل في أدوية أو كريمات أو من هذا القبيل بيساعد على عدم سقوط الشعر او على ان هو يكون الشعر صحي، ان هو لابد الواحد يستعمله مثلا او المراه تستعمله يوميا او يعني طبعا الكميات الحاجات كتيره واحنا مش بنعمل اعلان طبعا لحاجه، ولكن يمكن مكونات بتاعته الواحد يبص عليها. تمام. هو بالنسبه للعنايه تاني بالشعر، احنا لابد الغسيل بالشامبو والكونديشنر، ويفضل حمام زيت كل مره في الاسبوع، وخاصة للسيدات وخاصة للشعر الجاف. ايه حمام الزيت ده؟ بيستخدموا اي زيوت اللي هي بتساعد الشعر او بتفيد الشعر، زي الزيوت الكوكونات اويل وزيت اللوز وزيت الخروع، ودلوقتي في منتجات بيكون فيها كل الزيوت دي. ده معمول خصيصا للشعر. بالظبط. فالحمام الزيت ده معناه ان هو الشخص بيحط الزيوت دي من ليلا ثم تاني يوم الصبح بيغسل الشعر، فبيزي يعني تسيب الزيوت طول الليل. ايوه. فده من الحاجات اللي هي بتغذي الشعر. الحاجات اللي برضك غير الكريمات، واحنا قلنا الشامبوهات وتكون حاجات طبيعيه اكتر، في دلوقتي بتستخدم حاجات اللي هي تساعد على تقويه الشعر. يعني لو واحد بيشتكي من تساقط الشعر ممكن يعمل اللي هي البلازما اللي بتقوي الشعر. البلازما دي بيتاخد من دم الشخص نفسه. أيوة. بنطلع منها اللي هي بيسموها PRP، بنطلع الصفائح الدمويه اللي هي غنيه بعامل النمو. فبعد تقنيه بسيطه كده بنفصل الدم ثم بناخده ونحقنه للشعر، فبيجدد دوره الشعر ونضاره الشعر. كويس قوي. قد ايه ممكن الشخص يعمل الحقن ده؟ قالوا ان هو المفروض 4 مرات في السنه، يعني ممكن كل شهر ونص شهرين. وده ما فيهوش اي مش عمليه مؤلمه ولا اذا تم التحضير ليها بالمخدر الموضعي قبليها، بتبقى الراس غالبا او بتكون فيها اعصاب كتيره حساسيه، فتكون حساسه اكتر شويه، فلو اتعمل لها تحضير قبليها بالكريمات المخدره بيبقى سهل ان هو يحصل الانجكشن ده. وبالنسبه دي الحاجات دي كلها FDA يعني ابروفد FDA وكده وابروفد بالظبط. من سنوات عديده يعني اي حد هنا في امريكا
بيعلن عن الموضوع ده رسمي بيبقى اف دي اي ابروفد. هي اوريدي كتقنيه او بروسيجر هي عشان تتم في امريكا اصبحت ابروفد صحيح من الاف دي اي. طيب معلش احنا طبعا تليفونات كتيره جدا جدا انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس هناخد تليفون بس عشان باخدنا تليفون معانا معانا منى من نيويورك. منى نعم اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. منى من نيويورك. مساء الخير اهلا فيك. بس لو سمحت حاب احكي مع الدكتور خالد. تفضلي الدكتور خالد معك. تفضلي تفضلي يا منى. شكرا لك دكتور. عندي مشكله بالنسبه للسعر على طول عندي تساقط وممكن حتى لو اخذت الفيتامينز اللازمين للسعر يعني التساقط بيخف بس ما بيوقف التساقط. بايوتن واللي هو كمان فيش اويل و اللي هو الفيتامين الثلاثي للشعر والاظافر والسكين فعلى طول الشعر يستمر في التساقط بس ممكن يخف بس ما بيوقف. فشو الحال برايك؟ شكرا يا منى. هو لازم الخطوات نتبعها. اول حاجه تحليل دم شامل وخاصه في السن المبكر ان عايزين نشوف في تحليل الدم الامراض المناعه برضك من ضمن التحاليل. فاحنا في تحليل الدم هنشوف كل الفيتامينات وهنشوف لو في اي امراض. الكشف الطبي على الشعر نفسه مهم برضك وفي التاريخ الطبي اللي هو الفيزيكال اكزام هنسال هو هل في حاله نفسيا الاسترس ده نفسه بيأثر على تساقط الشعر. السن العمر نفسه زي ما قلنا دلوقتي هل في اضطرابات في الهرمونات دي هنشوفها في تحليل الدم. اذا الخطوه الاولانيه لازم نعمل تحليل الدم. تحليل الدم يا دكتور دايما الفاميلي دكتور لما بيعمل تحليل الدم بيعملوا للحاجات اللي هو عايز يشوف السكر الضغط مش عارف ايه الكلام ده مش بيبص على الشعر قوي. فهل اخد التحليل الدم ده واروح لدكتور متخصص في هذا موضوع الشعر وكده ولا ازاي بتكون بالظبط كده؟ هو المفروض ان الطبيب يكون عنده الفكره دي او الطبيب اللي هو بيشتغل في موضوع تساقط الشعر فبيتم التحاليل. التحاليل دي لازم نشوف فيها الهرمونات كلها. فعلى سبيل المثال الهرمونات الذكرية والأنثوية، هرمون الثايرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية والغدة اللي فوق الكلوية اللي هي الكظرية برضك عايزين نشوف الليفل بتاعها ايه. الأمراض اللي هي زي الأمراض الروماتيزمية وأمراض المناعة في تحليل الدم. هو دي البانل أو المجموعة من التحاليل المهمة قوي كأساس في الأول. التاريخ نفسه بقى بنشوف هل في ستريس ما فيش ستريس العمر هل الدوره لسه موجوده وهكذا. طب دي معلومات هامه جدا دكتور. وفي اي نصيحه حضرتك تقدر تقولها سواء للرجل او المراه وهل احنا العرب نختلف شويه عن اللي هم من اصل اوروبي في موضوع ان احنا دايما نبقى صلع الحاجات اللي هي بتخص الشعر؟ هو لا يحدث اختلاف كبير بين الجينات يعني فيها حاجة. لا هو اللي أنا عايز أقوله إن إذا كان هناك في الجينات أو العوامل الوراثية اللي بتؤدي إلى سقوط الشعر لما إحنا بندي الفيتامينات وبندي العناية اللي قلنا عليها للشعر هتعمل إيه في العوامل الوراثية اللي هي اللي حتما لازم تتم. اكتشفنا إن بالعناية بالشعر بنؤخر تأثير العوامل الوراثية. فلو مثلا واحد عنده أهله كان في سن مبكر في الثلاثين مع العناية بالشعر هيحدث تأخر إلى مثلا سن الخمسين يبدأ الشعر يتساقط بعد كده أو أكتر. طبعا ده عناية مهمة يعني. مهمة جدا. معلش احنا ناخد آخر تليفون ونختم على طول. معنا محمد من نيويورك. محمد من نيويورك أهلا وسهلا تفضل. دكتور ممكن اسالك سؤال؟ انت بتعمل الهير ترانسبلانت في الاوفيس تبعك وبدي اسال كمان انه يعني اسالك بالانجليزي عفوا انه الانجليش از ماي فيرست لانجويج وات از ذا يعني ذا بروبر ايج للواحد يعمل ترانسبلانت وهاو لونج از ذا ريكفري يعني تو جيت ات دون. اوكي ثانك يو محمد. ثانك يو محمد. فممكن من العشرينات وطالع إذا كان واحد عنده بدأ يحدث صلع مبكر في العشرينات
إذا ما فيش حد سن معين لزراعة الشعر، ممكن تتم في أي لا يعني أقل من 20 بس يعني شوية صعب لأن مش هنشوف ناس كتير. طب هل مثلا يعني أقل من يعني فوق 20 لحد سن معين ولا ملاش أي سن أقصى؟ ما لهاش سن أقصى، طول ما في الدونر إيريا الموجودة في الخلف موجودة. هو لازم ياخد من الراس برضو ولا ممكن ياخد من ايد الشخص او من ممكن لو ما فيش في المنطقه الخلفيه دي ناخد من الاماكن الثانيه من الجسم، ولكن بتكون طبعاً الافضل من الرأس. لكن السن زي اللي محمد السؤال الايدج 20 ان اب لحد 90 سنه بالظبط كده. ويمكن الفتره الاجيال اللي جايه بعد كده هتعيش اكتر من 90 ف بعد كده. انا بشكرك يا دكتور وان شاء الله دي معلومات قيمه جدا. شكرا. وهنكمل بقى حديثنا عن الأشياء اللي هي الخارجية يعني غير الداخلي، الداخلي بيأثر على الخارجي، لو على السكن، على الشعر، على العين، على الأشياء كثيرة، على الأسنان شكلها يعني كشك كوزماتكس يعني للشخص، دي مهمة جدا على الحالة النفسية برضه. طبعا. أنا بشكرك دكتور إن شاء الله نلتقي قريبا إن شاء الله. شكرا. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل، مش هنطلع فاصل على فكرة، إحنا هنطلع على لقاء مع الوزيرة نبيلة مكرم ولقاء خاص وحصري، وكان هذا اللقاء في القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بنيويورك، وكان لقاء مهم جدا اتكلمنا فيه على أشياء كثيرة، وعرفنا وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيتكلموا على إيه وإنجازاتهم كانت إيه وفي المستقبل عايزين يعملوا إيه، وكل الكلام ده من الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الوزارة التي عادت من سنتين بعد انقطاع أكثر من 20 عاما. فنشوف مع بعض هذا اللقاء اللي تم في القنصلية العامة لمصر في نيويورك. تفضل.